معك مشعل صعب إدارة تطوير الأعمال أرامكو السعودية. أمامنا الآن مشروع وطني طموح بدأ بموافقة كريمة من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لإنشاء أول مدينة مختصة بالصناعة والخدمات المساندة للطاقة باسم مدينة الملك سلمان للطاقة واختصارا سبارك. تقع المدينة بقرب من منطقة بجيك على مساحة إجمالية قدرها 50 كيلومتر مربع، تمثل المرحلة الأولى منها 13 كيلومتر مربع، ويتم الانتهاء منها بحول الله في حلول 2021. ستكون بمشيئة الله. لا تشرح لي ترى أبو عبد الناشي في حلوقنا إلى موضع ميزانيات. كل التفاصيل معروفة.